سبب وفاة عزيز الله يرحمه ما كان في شيء نهائيا، أزمة قلبية الله يرحمه، وقف قلبه وتوفى الله يرحمه. طبعا القصة أن عزيز ما في شيء أبدا، عشان ما يكون في تأليف من الإعلام، عزيز ما كان في شيء نهائيا. 5 الصبح تقريبا قال يزن روشني، استغربت أنا، قلت لا يا عزيز تروش، برد عليك وتمرض. قال لا لا أمانة تروشني، أنا يعني خفت، استغربت، أول مرة يطلب طلب يتروش الساعة 5 الصبح. الله يرحمه روش سوى، لبسنا نشفناه، نام، قام الظهر، قمنا ما قام الله يرحمه، متوفي، ودنا المستشفى، وسوى له إنعاش الله يرحمه متوفي. أنا حسيت يعني خلاص ودعنا، يعني قال يزن سامحني وتروش بهالوقت ويقرأ أذكار، أقول يا رب يا رب سامحني يا رب اشفيني، ما أبي أقول إلا الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة.